سفينة جديدة. هسه أنا في طريقي من إيرلندا مدينة دبلن إلى بريطانيا مدينة ليفربول. الطريق طول تقريبا 8 ساعات، فطلعنا الساعة 9 الصبح وإن شاء الله نوصل الساعة 5. طبعا السيارة جبتها وهنا حجزت غرفة حتى أقدر أرتاح، والأكل من ضمن الرحلة. أنا مش انتدي طبعا، بس طلع الأكل من ضمن الرحلة، فبحنا اشتريت أكل جبت وياي، بس الحمد لله كان أكو ريوق. هذه غرفتي، خل نطبلها. طبعا كل غرفة تنحجز بها سريرين، يعني ماكو غرف بها سرير واحد أو أكثر، كلها نفس النظام نفس الترتيب. سعرها 27 يورو. الفرق الوحيد أنه اللي بها شباك ممكن سعرها يكون شوية أغلى، بس بصراحة ما تسوى لأن ماكو أي واجهة واحد يتفرج عليها. غرفة عادية جدا، بها أيضا حمام. تلاحظون هنا نسي حمام كامل بيدوش ومغسلة وكل شيء الواحد يحتاجه. يلا خلنا ننزل حتى نشوف شكو ماكو. هسه طلعنا برا، هذا المنظر من البحر. تننتقل إلى بريطانيا، وبعد شوي راح أدخل جوا داخل السفينة. من هنا الظاهر خلنا نفتح الباب وندخل. طبعا دا تشوفون اكو بابين، هاي بس مجرد على مود الضغط وعلى مود درجة الحرارة والأصوات. هسه دخلت داخل السفينة. هنا أنا يقول لك سعر التحويل بين اليورو والدولار أو الباوند البريطاني، وأكو أسواق واحد يقدر يسوق منها. ومن هنا الريسبشن أو السكرتارية إذا حد راح يحتاج شيء، وهم أنا عروضات أخرى. طبعا شفت هنا الأسعار زينة، كانت أسعار الأدوات اللي بيعوها مناسبة. شفت حتى كاميرا جو برو سعرها كان مناسب. خلينا نمشي بعد من هنا. هنا راح تلاحظون اكو قسم الالعاب اذا احد يريد يلعب. طبعا هاي الالعاب العاب القمار والحظ، ما اشجع عليها اكيد. وهنا المكان اللي ناخذ الاكل منه، بس هسه مسدود لان مو وقت الاكل. وبعد هم انا واحد يقدر يسحب فلوس، وهذا هو المطعم. تشوفون هذا الموظف ينظف المكان، وهذا هو المطبخ ايضا للطعام الحار وطعام البارد. راح يقدر يجي ياخذ الاكل بالصينية، ومن هنا يقدر ياخذ كاتشب ومايونيز وهاي الشغلات، وشاي وقهوة ونسكافيه وهوت شوكليت، مي، ثلج، كل الامور موجودة هنا اذا احد يحب ياخذها. هذا مطعم ثاني همينة مع شبابيك جميلة. يلا تفضلوا وياي، فاصولية وبيض وتوست. وهاي هنا جواكو هاش براون مثل ما تشوفون، وهم اكو كاكاو. وهذا المطعم هو وقت الاكل، تشوفون ازدحام، كل الناس تتاكل ومشغولة. هذا البلم اللي تشوفوه خاف لا سمح الله السفينة غرقت، هذا البلم ينزلوا جوا وناس تصعد بيه، وهذا من تحته تشوفوه، فشي كلش كبير ويكفي اقل شي 25 شخص. يملكم جراج السيارات في السفينة. هنا واحد يجي من صعدنا خلينا السيارات هنا، طبعا هذا يستمر تحت السفينة. وردت يلا امشوا خلني اشرب كاكاو حار، شوفوا الجهاز شكد حلو، شتفيدوني يسوي لكم، سبحان الله. كما قلت لكم 3 وجبات بداخل السفينة. هسه وقت العشاء، والواحد يقدر يختار اي شي يريد من هاي الاكلات الطيبة. طبعا اكثر خلصانة هسه. فاني اخذت هذا الاكل، شوية معكرونة على بوتية على تمن على مرقة على حلويات على كل شي كلاشي. رجعت للغرفة هسه، شوف هذا المنظر من الغرفة. هسه وصلنا احنا، اهلا بكم في بريطانيا من جديد. هسه احنا في ميناء ليفربول، هسه تونا وصلنا بعد سفر 8 ساعات تقريبا من عاصمة ايرلندا دبلن الى ليفربول البريطانية. ننتظر هسه حتى يفتحون ونقدر نطلع السيارات. هسه انا جيت هنا راح بعد شوي شغل السيارة، وان شاء الله ننطلق الى مدينة ليفربول. خليكم وياي.
وصلت هسه بمدينة ليفربول. خلي شوي أحكي لكم عن تاريخها. المدينة تأسست في سنة 1207 في عهد الملك جون. كانت تعد المدينة الثانية بعد مدينة لندن في كثير من المجالات، خاصة بالتجارة. كانت المدينة مهمة كقاعدة للقوات التي توجهت إلى أيرلندا، ثم بنيت فيها بعض المعالم التي تجذب سكان تدريجيا، كبناء القلعة والكنيسة والسوق، ليبدأ سكانها لاحقا بالاعتماد على صيد الأسماك والزراعة. هسه بس مجرد دا نفتر داخل المدينة بالسيارة ناخذ فكرة عنها. هسه توني وصلت بعد تقريبا 10 ساعات من السفر، شوية تعبان مو كلش هواية. خليكم وياي راح نفتر ونحكي عن هذه المدينة. هسه وصلت إلى تقريبا مكان اللي هو شاطئ المدينة، وهنا مركز التجاري للمدينة. تشوفون البناية والساعة مالتها، وهنا الشواطئ. طبعا هو مو شاطئ بس هو مثل الميناء، وتشوفون الناس قاعدة تلعب، أطفال هنا، وهذا متحف معروف جدا اللي يحبونه المتاحف. وهنا أقدم لكم فرقة بيلتس الموسيقية الشهيرة. طبعا أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني، بس الظاهر معروفين جدا. وهذا هو مكانهم، والناس قاعدة تطق صورة وياهم. مناظر جميلة جدا، والبنايات والمعمارية للمكان رهيب. يعني هذه الكاتدرائية جدا جميلة، وقلت لكم هذا المتحف، ونانا عندكم البحر. خلينا بعد نمشي، بس ما أعتقد أكو شي هنانا. هذا المكان يسموه بير هيد، الواحد يقدر يتمشى بيه مثل ما تشوفون الناس تتمشي. وأيضا أكو هنا الرويال ألبرت داك والماري تايم ميوزيوم، اللي هي متحف يخص الباخرات وكل الصناعات البحرية في ليفربول وبريطانيا. وأيضا هنا راح تلقون متحف تايتانيك، اللي يحبون تايتانيك راح يجون يلقوه هنا. وقت السيارة هو هسه دا امشي. طبعا تشوفونها هنا هذا البير اللي قلت لكم عليه، واحد يقدر يمشي بيه. هاي كلها تحت البنايات الحمر من هذه الجهة على جهة المي، كلها مطاعم وأماكن جميلة للقعدة. وأيضا تشوفون البلمات والقوارب اللي موجودة هنا، كلها مكان جميل جدا. جيت إلى أحد أجمل الأماكن في ليفربول، لهاي الحديقة الوطنية. طبعا هواية ناس فقر هنا كانوا يسموهم هوملس، ناس اللي ما عندها بيوت، بس هي المناظر والمجسمات كلها جميلة جدا. والطيور مثل ما تشوفوهن هسه، هذا خطير. طيب يلا انهزم عافية بالشاطر. هذا المناظر هنا، وهذه ذكرى أبطال الحرب أعتقد.
هذا هو البارلمان، كلش حلو. بعد شوية راح أشوفه من قدام. ببناية المسرح الوطني، طبعا هي نفس المكان اللي لسه شفناه قبل شوية، تشوفون هذاك البرلمان، هذه هي الفلكة، جميلة جدا. أنا أقترح إذا أحد يجي إلى ليفربول أكيد يجي لهاي المنطقة، تشوفون مناظر، تشوفون معمارية، تشوفون البنايات، كله جميل يعني، بس واحد مجرد يباع عليهن، خاصة مغربية من ماكو ازدحام، هيجي يتونس، يحس هو في المكان راقي. شكرا لك يا ليفربول لهذا الجمال. هذه هنا يسموها Empire Theatre، المسرح الإمبراطوري أو هيك شيء، أو المسرح الوطني الملكي، أو هذا هو الشارع جدا مهم وجدا معروف بهاي المكان. وبعد شوي راح تشوفون هذا نيش الأضواء البنفسجية، هذا هو البرلمان اللي قبل شوي شفته من الخلف، قلت لكم بعد شوي راح أجي من قدام. هذا هو من الجهة الأمامية، طبعا أحلى شيء ماكو أحد، يعني مكان فارغ، المكان إلك فقط، تباوع، تتفرج، طق صور، سوي فيديوهات براحتك، ما حد يقول لك ايش تسوي. بوثب الفندق راح ادخل، خليكم وياي في الحلقات القادمة. طبعا هذا الفندق امر عجيب غريب، بس شوفوا وياي ايش كم باب راح افتح وايش قد راح امشي. طبعا هاي قصيت شوية منه الما اوصل للغرفة، غرفة رقم 44، والفندق بس بي باب رئيسية واحدة، يعني تدخل من باب واحدة وما تقدر تطلع من جهة ثانية، أو ما يخلوك مثلا تدخل من الجهة الثانية. فبعدني دا استمر بالمشي، أعتقد طولت بال10 دقائق بس أمشي داخل الفندق. الفندق طابق واحد بس هيجي، يعني يدخل نزال نزال نزال، غرف بعد غرف، باب بعد باب. هسه شوفوني بعدني دا أمشي، هسه ورا هاي اللوفة باب لخ، راح أفتح هاي الباب وهم راح أستمر وهم راح أمشي، وديش الباب اللخ هم أنا أفتحها بعد شوية. هاي الباب فتحتها، وأخيرا بعد شوية راح أوصل. وصلت.